اكتب هاش وهكتب عند الهاش set player to false, set player to false. وهنا هكتب player equal sorry false player equal false. وذن هكتب while player equal equal false word two dots ومن هنا هاش وهكتب فيها set player player to true. معناه يبقى ان البلاير لما بيكون في الاول in the beginning بيبقى false, هي لسه ما حطش حاجة. وبعدين while player equal equal false والبلاير already هو false دلوقتي, هنكتب player equal equal sorry equal واحدة بس input نحط rock زي ما قلنا paper ده بقى معناه ايه؟ ان البلاير يعني ان الكمبيوتر او الاب هتطلع للبلاير روك اور بيبر اور سيزر, هو المفروض هيختار واحدة منهم ويكتبها. And then هكتب if player equal equal computer, يعني لو البلاير جاب نفس الحاجة زي الكمبيوتر تنفق بعض, هكتب print تاي. يبقى لو الكمبيوتر والبلاير مثلا سيزر وسيزر او روك وروك او بيبر وبيبر الكمبيوتر هيتبع تاي. طيب ونكتب الف يعني واذا بلاير equal equal rock two dots where if computer